ويجيتكم بحلقة جديدة ويا عالم الألعاب بألمانيا. طبعا هذا هنا مال كل اللي يبيع ألعاب تخبل بألمانيا. شوفوا راح أصلكم إياها كلها. شوفوا مثل هاي هذا الغزالي الكندي. هاي عندنا عن قريب راح تصير أعياد الميلاد مال ألمانيا. شوفوا شلون شغلات حلوة هنا حاطيها, شغلات كلش حلوة. وهنا عندكم هذا موجود هنا. طبعا انا اصوركم اياها كلها. شوفوا هاي الكلاب شلون حلوه. هذا الكلب اتوسع من تشوفوا عبايكم حقيقي, بس هو مو حقيقي, وانما هذا الكلب هو عباره عن كلب من قطن للبيع, كله للبيع. شوفوا هاي الحصان شلون حلوه ما تخبوا. وهذا ب 21 هذا ب 21 لعد ذاك بيش الحصان ب 600 كي مليون وما ادري ايش قد. روح العب اتاري على الماجيك اتاري. شوف هذا الحصان شلون حلو. طبعا هاي العاب كلش حلوه, اشكال وعراب. هنا يقدرون الجهال يقعدون هم ما تلعبون. هنا أنا عندك اتاري, هم تقدر تجي وتلعب وما حد يحكي وياك. شوفوا بلاي ستيشن, هنا تقدر تلعب شو تبي تسوي, ما حد يقول لك شي. اتاريات شنو تريد هنا موجود, كل شيء حلو, العاب كلش حلوه. طبعا هو هذا مول كبير هنا برلين, وهنا اسمه عالم الحيوان. يعني هنا عندك شوف هاي الزرافه ايش كبرها, هاي همات للبيع. كل شيء هنا للبيع. بس شنو يعني كلش حلو. شوف هذا الدبره حشغله هنا, مكتوب لازم تدوس حتى يحكي. شوف بدا هذا يحكي, فد شي حلو يعني. المهم يظل يحكي. شوف هاي الحيوانات الحلوة, هذا كلين يعني من قطن, قطنيات. يعني هذا مثلا ب 26, هاي ب 30 وهكذا. فد شي حلوة سبحان الله. بعد ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا. شوف هاي الزرافة شلون حلوة. كله يقدر, كل شيء هنا, كل شيء هنا دا أصوره يقدر الواحد يشتري. كل الغراض هاي اللي هنا يقدر الواحد يشتريها, وكلها من قطع وأشكال. هاي هنا قطع تركيبية تركبها هنا وتسوي لعبة لك خاصة. هذا مثلا ب20 القطعة الوحدة. شوف هذا
هاي كلها ألعاب مال الجهال. هناك عندك القسم مال الألعاب النسائية، ما أدري إيش اسمها، هاي اللعابة مشهورة حيل، هاي مثلا اسمها شتيفي. هذا لعب البنات. ألعاب بناتية كلش حلوة. شوفوا هذا مكان مال الألعاب مال الجهال. الطب هنا جوا تقعد ويلعبون بهذا المكان. أتاري شي هذا مال الأطفال. من كل العالم هنا اكو، من كل العالم هنا تلقى ناس اشكال وارناب اللغات. لغات عجيبة غريبة. شوف هذا اللعبة، ما ادري شنو هي. هاي كل العاب، هاي العاب التركيب يعني تتركب. هاي هاتشي، هاي شوف هاي، هي هاي الألعاب. أظن الميكانو، أعتقد يسمون بالعراق ميكانو أظني. أنا هنا أنا. بس يعني مو رخيصة يعني، هذا بعشرين بمية وخمسين، 130، 140 وكذا. يعني مو رخيص، كله غالي شوية، أسعار غالية. بس أشكالكو شوفوا هذا، هاي كله من الميكانو، مسوي من المكعبات الميكانو. هذا وهذا هذا القطار مال ألمانيا. هذا قسم حلو. ألعاب مال الجهال أو ما أدري مال شنو، هي كلها هاي ألعاب مال الجهال ومال الأطفال. ألعاب كلش حلوة. بالعراق ما موجودة همات. يلا أتمنى عجبتكم الحلقة مع اليوم. طبعا احنا صاعدين بالطابق الرابع على ما اعتقد، على ما لقينا هاي الالعاب. هسه راح ننزل. شوفوا هسه حاليا بمطعم عراقي، وهذا المطعم العراقي ببرلين ينزل شنو اكلات، اكو كردية، اكلات كلش حلوة اشكال وارناب. يعني مطعم كلش مرتب وكبير. هسه اصور لكم بعد شويه من عنده تصويرات حلوه. اصور لكم الاكلات اللي نزلتها قبل شويه شنو من اكلات. طبعا انا قاعد هنا يمن مكان مال الفرن. هسه اصور لكم اياها بعد شويه شلون قاعد. هاي اول شغله نزلوها هي شوربه. طبعا هاي الشوربه حطينا عليها سماق، يعني هاي صديقي يقول لي حط عليها سماق تطلع طيبه. شوربه عجيبه غريبه. العزيز شوف عيني، هذا أول شيء جاري هنا صورة. هذا نزلناه هسه احنا، عبارة عن برياني مال دجاج مال لحم. وهذا صاحبي هم نزل برياني مال لحم. وانا هنا نزلت مرقة مال بامية. هذه المرقة مال بامية شوفوها.
هذا احمد صديقي اول مره يطلع باليوتيوب. شلونك احمد؟ تمام. احكي احكي لا تستحي. شلون الاكل يم هذا المطعم؟ زين؟ طيب. ايش بيك تباوع انت بعيونك؟ انت شو منزل؟ شو اسمه هذا الاكل اللي نزلته؟ اوكي هاي مرق فاصوليا وعلي هذا مرق باميه وهم هذا قوزي صغير ولبن وشوفوا هذا الخبز عراقي خبز فشيطه بصله باللبن. هاي يمكن ينزل باليوتيوب ما ادري بس هالمرة ايش عجب نزل خبزتين يعني بين بورين بالاخير. ما لكم علاقه هذا مرات مو يضربنا بواره يعني لهذا السبب قلت بورين. راح اصابي فيلم من فيلم وين بيان مطعم؟ بالبيت. أنا ما رح مطعم واحد قبل ويا هاي أطلع بس هي دول مشاكل في التن بس وياك بس تمام صار مدة ما شايفك ما طالع ماشي من كذي مطعم كيف بدي أطلع صراحة لا ما أطلع واحد